جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ونجاحات تحققت خلال أسبوع في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 55 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 692 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش و135 بندقية و65 بندقية آلية و63 طبنجة و429 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 3350 طلقة متنوعة، إضافة ل 1694 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 408,079 حكماً قضائياً، من بينها 1556 حكم جناية و 145,017 حكم حبس و 205,959 حكم غرامة و 55,547 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 20 تشكيلاً عصابياً، ضموا 86 متهماً قاموا بارتكاب 88 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 49 جريمة ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 87 متهماً، كما تم ضبط 13 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1,082 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1,190 متهماً وبحوزتهم أكثر من 103 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 297.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 11 كيلوغرام وكمية من مخدر الاستروكس وزنت قرابة 10.5 كيلوغرام وعدد 32,492 قرص مخدر. وتواصل وزارة الداخلية بذل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون.